وهو راجل كان مسيحي واسلم يعني اللي بطلنا المسلم بيشرح لهم يقول لي بقى فرانكوفايز الكنيسه تحتاج مئات المسلمين وكمان ياتي زين القديس ده بالكامل. الى متى يجب على المخطوط ان يصمت حمايه لامن البلد؟ نحن حريصون على امن هذا البلد، اطلقوا سراح من احتجزوا في المنطقه وفي دوله الحربيه، اطلقوا سراحهم ثم اطلبوا من الشباب ان يهدف عصر الريس. لابد ان نتعلم من درس اليمن ومن درس ليبيا ومن درس سوريا، هذه الدول لن تهدف حتى تنال حريتها. وبعد 25 يناير حصلنا على حريتنا ولم ولو فإن تنازلنا نحن عن القضية، فهذا الشباب الذي من الخارج لن يستطيع أن يسكته أحد حتى يعود الحق إلى الله. هذا هو الحق بس هو لهذه البلد وهو لمنظمة كل الخلق. أما أن تضع يدك لدمتك بعرضي وتطلقني ثم تقول لي إهدى حفاظا على أمن البلد، هذا كلام ثالث. ولماذا لم تكتب الاسم اسمهاك؟ من تبطل هذا من الطابور؟ حسني مبارك فقط ونظام حرميات كلهم فقدوا وكل الاتفاقات غير الاخلاقيه بما فيها اتفاقيه الناس وغيرها، لابد ان تسقط على الرئيس. ونحن نعلم ان هذا سيحدث ان شاء الله باذن الله يوم العمل. طب لتتمشى في الموضوع بمنتهى الجديه وبمنتهى الطابور اللي بتحضره، وان شاء الله تعالى معاليكم وهذه السائله الموقره التي عهدنا منها كل خير سوف تضرب حق الى النظام. محدش يقول لي سلفيين، محدش يقول لي سنيه، هذه قضيه انسان، قضيه اخلاقيه. من يرفع عن هذا الهوان وهذا الظلم وهذا الاجرام مجرم. ولا لحظه حتى إذا كنا في حرب مبارك حين كنا نصنع بالكهرباء، نصنع بالكهرباء والشمس رايحت أجساد الملابين لم نسكت. فمن باب أولى بعد 23 يناير لم يسكت أهل الحق عن هذا الحق. نحن نريد أمن وأمان هذا البلد، نحن نطالب عقلاء أن الطرف الآخر بأن يتدخلوا لإيقاف هذه البهدلة ورد الحق الى النظام. هي لن تفيد في المسيحيين واحد، ولن تفيد في المسلمين واحد، ولن تفيد من المسيحيين واحد، ولكنها كانسانه نقاتل حريتها ونموت من اجلها. هذا الكلام لابد ان ينتهي بنصر مع الغير. وجزاكم الله خيرا ونلتمس اجل بسيط لاعلان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بوصفه الاقائم بمهام رئيس الجمهوريه. وشكرا لكم. في بنت يا باشا في الكنيسه وحضرتك كتير، وانا عاوز بنت يا بيت، وانا عاوز بنت يا بيت، حطينا انا حطينا في الكنيسه هذا هو وحضرتك كتير وحضرتك كتير والله العظيم ما اعرفش كده كتير وحطينا مشكله كبيره جدا يا باشا. وانا لم اكون عن كلامي او كلامي غلط اهويت النار، لو كلامي غلط اخويا اللي بيتحكم. واحد على الجهاز على الجهاز.